من الإصابات اللي بتحصل في الركبة هو خلع عظمة الصابونة أو الرطفة وخروجها من مكانها الطبيعي. إزاي بتحصل الإصابة دي وإزاي بنعالجها؟ أهلا بيكم، أنا الدكتور هشام عبد الباقي، استشاري جراحة العظام والمفاصل في جامعة عين شمس. عظمة الصابونة مهمة علشان الركبة تقوم بوظيفتها بشكل سليم. فعشان الشخص يعرف يفرد ركبته زي انه بيقوم من على كرسي او يطلع السلم او يشوط كوره، فاللي بيحصل انه بيعمل انقباض لعضلات الفخذ الاماميه اللي ماسكه في الطرف العلوي للصابونه فبتشدها لفوق، وعظمه الصابونه بتشد الوتر اللي موجود ما بينها وما بين عظمه القصبه، وبالتالي الركبه تتفرد. وعشان الحركه دي تتم بشكل سليم لازم عظمه الصابونه تكون بتتحرك في المجرى الخاص بيها اللي موجوده في السطح الامامي لاسفل عظمه الفخذ. ولكن في حالات بيحصل فيها خلع لعظمة الصابونة، والخلع ده في الأغلبية العظمى من الحالات بيحصل في اتجاه الجهة الخارجية للركبة. طب هو ايه أصلا اللي بيحافظ على ثبات الصابونة وهي بتتحرك في المجرى بتاعها في عظمة الفخذ؟ عندنا ثلاث حاجات أساسية بتساعد على ثبات الصابونة، وهي العظام والأربطة والعضلات. تعالوا ناخدهم واحدة واحدة. أولا العظام، شكل عظمة الصابونة وشكل التجويف الخاص بيها اللي موجود في عظمة الفخذ بيساعدوا على ثبات عظمة الصابونة. فلو كان المجرى مش عميق بدرجة كافية، وفي ناس على فكرة مولودة أصلا بالشكل ده، فده بيخلي الصابونة ممكن تطلع من مكانها بسهولة. وبالنسبة للأربطة ففي عندنا أكتر من رباط بيحكموا حركة الصابونة، أهمهم الرباط الداخلي اللي بيربط عظمة الصابونة وعظمة الفخذ، وبيمنع عظمة الصابونة من أنها تتحرك للجهة الخارجية للركبة. وبالنسبة للعضلات فعضلة الفخذ الأمامية مهمة للحفاظ على ثبات الصابونة، وخصوصا الجزء السفلي الداخلي من العضلة واللي بيطلق عليه اسم VMO أو Vastus Medialis Obliquus، لأن الجزء ده الألياف بتاعته بتبقى ماشية بالعرض وبتشد عظمة الصابونة للجهة الداخلية عكس الجهة الخارجية اللي عادة بتتخلع ناحيته، وبالتالي قوة العضلة دي بيساعد على ثبات الصابونة. طب هي الصابونة بتتخلع ازاي؟ ممكن الخلع ده يكون نتيجة خبطة مباشرة لعظمة الصابونة من الجهة الداخلية تخلعها في الجهة الخارجية للركبة، وده زي ما بنشوف أوقات في كرة القدم نتيجة الالتحام العنيف ما بين اللاعبين. ولكن ممكن عظمة الصابونة تتخلع من غير ما يبقى فيه إصابة مباشرة، وده بيحصل لو المريض لف بجسمه بقوة ورجله كانت ثابتة في الأرض، والحركة دي بتخلي الصابونة تتحرك مع عظمة القصبة للخارج وتقطع الرباط الداخلي اللي كان رابطها بعظمة الفخذ، وبالتالي الصابونة تتخلع من مكانها. والخلع ده ممكن يسبب كدمة في العظام مكان ما الصابونة خبطت في عظمة الفخذ، وممكن برضو يعمل إصابة للغضاريف اللي بتغطي سطح المفصل. وفي عوامل بتخلي الشخص يبقى أكثر عرضة لحدوث الخلع اللي في الصابونة، زي لو المريض عنده ليونيا زيادة في الأربطة في الجسم، وده ممكن نعرفها بفحص المفاصل التانية في جسمه زي الإيد والركبة والكوع. وفي ناس مولودين بصفات تشريحية في الركبة تخليهم معرضين أكثر للخلع، زي لو كان التجويف اللي بتتحرك فيه الصابونة زي ما قلنا مش عميق بدرجة كافية، ولو كانت عظمة الصابونة في مكان أعلى من مكانها الطبيعي، وده يخليها ما تبقاش موجودة داخل التجويف الخاص بيها لما الركبة تكون مفرودة أو متنية تانية صغيرة. برضو لو المريض عنده تقوس الساقين للخارج ده بيسهل خلع الصابونة. وفي صفات تشريحية تانية ولكن لا يتسع الوقت لأن احنا نقولها كلها. طيب هي ايه أعراض خلع الصابونة؟ عادة المريض بيشتكي انه اتخبط في ركبته او عمل حركة دورانية جامدة على ركبته، ومن بعدها ابتدى يحس بألم جامد وورم في الركبة، وممكن يكون لاحظ هو او حد من اللي معاه ان عظمة الصابونة ما بقتش في مكانها وانها اتحركت للجهة الخارجية للركبة. ولكن في حالات تانية عظمة الصابونة بتتخلع وترجع مكانها من غير ما حد يشوفها وهي مخلوعة، ولكن الدكتور يقدر يحدد اذا كانت الصابونة اتخلعت ولا لا بالفحص والاشعاعات. اولا بيتعمل الأشعة عادية علشان نطمن ان مفيش كسور حصلت مع الاصابة، ولكن الرنين المغناطيسي في الحالات دي مهم جدا عشان بيورينا اذا كان الرباط الداخلي اللي كان ماسك الصابونة في عظمة الفخذ اتقطع ولا لا. فلو اتقطع فده دليل عن ان الصابونة فعلا اتخلعت من مكانها. برضو بنشوف الرنين المغناطيسي مكان الكدمات اللي حصلت في العظام لان ده بيدل على ان حصل خلع وبيأكد التشخيص. الرنين المغناطيسي برضو ميزته انه بيساعدنا في تقييم الاصابة اللي ممكن تكون حصلت للغضاريف اللي موجودة على سطح العظام، وبيساعد في تقييم الصفة التشريحية لمجرى الصابونة. طيب لو المريض لا قدر الله حصل له خلع في الصابونة يتعالج ازاي؟
اول حاجه لو الصابونه لسه مخلوعه في مكانها بنردها ونرجعها لمكانها الطبيعي علشان نخفف الالم اللي بيبقى موجود عند المريض، ونحط كمادات تلج على مكان الاصابه علشان نقلل التورم اللي بيصاحب الاصابه دي، وكمان التلج بيساعد على تقليل الاحساس بالالم. وبنحط الركبة وهي مفرودة في جبيرة لمدة 6 أسابيع، وبعد ال6 أسابيع بنفك الجبيرة ونخلي المريض يبتدي يعمل علاج طبيعي علشان يستعيد مدى الحركة الكامل لمفصل الركبة ويقوي العضلات الأمامية للفخذ. ولكن لو المريض بعد العلاج الطبيعي وبعد إعادة التأهيل حصل له خلع مرة تانية، وده للأسف بيحصل في 20-50% من الحالات، ففي الحالة دي المريض غالبا هيحتاج تدخل جراحي، وتفاصيل الجراحة بتختلف من مريض للتاني على حسب ايه المشكلة اللي موجودة في الصفة التشريحية عنده في ركبته واللي خلت الصابونة من السهل انها تتخلع تاني. فمثلا لو كانت الصابونة موجودة في مكان اعلى من المكان الطبيعي بتاعها بتعمل جراحات عشان ننزل الصابونة في مكانها الطبيعي. ولو كان المريض عنده تقوس في الساقين للداخل بنعمل عملية عشان نرجع الرجل على استقامتها الطبيعية تاني، وهكذا. وفي اغلب الحالات دي بيتعمل اثناء نفس الجراحه اعاده بناء للرباط الداخلي اللي بيربط عظمه الصابونه في عظمه الفخذ وبيمنع خلعها، واللي بيكون حصل له قطع اثناء الاصابه الاصليه. ولكن في حالات ممكن تحتاج تدخل جراحي مباشره مع اول خلع بيحصل للصابونه، يعني من غير ما نستنى ال6 أسابيع اللي في الجبيره، زي الحالات اللي بيبقى مصاحب ليها كسور او اجسام سايبه في المفصل، او لو كانت المشكله في الصفة التشريحية للركبة كبيرة وبالتالي احتمالات حدوث خلع متكرر هتبقى كبيرة. ولكن بصفة عامة خلع الصابونة إصابة لازم نشخصها بصورة مبكرة ونقيمها بصورة دقيقة علشان المريض يحصل على أفضل نتيجة في العلاج ويرجع يمارس حياته بصورة طبيعية في أقرب وقت. مع تمنياتي لكم بالصحة والعافية.